بعد قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا حواليس يا ما قالوها كثير، الدنيا دوارة تحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق، مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. يا ما قالوها كثير، الدنيا دوارة تحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق، مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حواليس. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. اليوم كذاك يركض كأنه طالقت من الملائكة. أسوي بهذا الولد؟ تراني وحدي تعبت من سوالفهم. باغت ربطه في البيت، خليه يشوف نفسه، تراك ظللنا لأنك ربيته. وقالهم ربي شاء ولا جاهدي كان فعني أكثر منه. أنت السبب، هذا سبب كل تربيتي شو دلالش حاله. ترى إلا ولد واحد، لو كانوا عشرة إيش كنت بتسوي؟ يا رجال باغنك يوم واحدة ومرة واحدة تفوز علي تغلبني. مو تقول، اقول لك العب وتشوف اذا ما كسرت لك مجاديفك. كل يوم تغلبني، كل يوم اذا ما فزت عليك انا. انت ما نقيت انك تخر يوم، صار لي يومين تسيبه. تعال بسرعة. ها؟ سمعت هالصوت؟ يا مو ذاك من الصمغ، ترى سمعته. شنو هذا؟ مالك يا ولدي زكريا كذاك مجنينه؟ مرة تخوفنا في الحارة ومرة صاعد النخل ونازل، مو عندك بالضبط. ما بتصدقوا إذا قلت لكم إني جالس أنتظر الباص اللي يودي مسقط. ها؟ لا تخلينا أصدق ويقولوا الناس عنك إنك صار لك 10 سنوات ويغلبوك في الحواليس وما رايم تفوت حد. إنه بعدني مو ذا أبو سالم، أنا ما رايم أفوز عليه. خل اراويكم كيف اللعبة. خلق. اذا ما فزت علي انا اراويكم. قوم قوم خلق. تعال تعال تعال. لعب.
سويت له ثيابه؟ هين هذا العاقل؟ هين انزل حرسني. ابا ارجوك ارجوك عن فضايح. ما اسوي فيك تراك بغام. كيف اتخلص منك؟ انت ما تعرف ان انا صرت عذران وما قادر اشتغل في المزرعه وانت حضرتك ساره في هندوانك. لا سائل عني ولا عن المزرعه. با مو جايبت لنا المزرعه، مو جايبت لنا المزرعه. انت عب نفسك حال مو انت. اقول لك بيعها وفتك منها ومن الشغل فيها، تراها خساره في خساره. على الخساره اني جبتك انت على ظهر الدنيا. اقول لك خساره وين؟ با ارجوك ارجوك شوفها. انا ولدك الكبير وعندي ثانوي عام. انا عن فضايح ارجوك. ولدك الكبير؟ هي من جابت غيرك اصلا عشان تكون انت الكبير ولا صغير؟ هذه هي المشكله، ان عندك شهاده ثانويه عامه وصرت رجال وما جينا ضربك. السنه اللي فاتت دورت واحد يشتطني النخله بعشر ريالات ودرت البلد كلها وما حصلت. انت تعرف ان الناس يفضلوا يشترون من السوق ولا يطلعوا فوق ويخرفوا النخيل. وزيدك من الشعر بيت الرطب موجود على مدار السنه. انا ما اعرف انت حال ممتعب عمرك. بيع المزرعه يا ابوي احتلك واحتلنا. يا ولدي المساله ما بهذه السهوله. من زمان كانوا اهالينا يفتخروا بالاموال والحلال ويهتموا بالمزارع وفصل النخيل، وهذه خلفنا اياها ابوي اللي هو جدك الله يرحمه. ما هين علي يا زكريا، ما هين علي، ما اقدر افرط فيها. وين هذا؟ انت وحدك قلتها يا ابوي انه جدي الله يرحمه خلف لك المزرعه، وانا ولدك وانت ابوي. اقول لك يا ابوي لو سمحت لا تخلف لي المزرعه، بيعها ما باها. زكريا زول من هنا اطفال. يا الله ما اسوي بهذا الولد ده، ليل ونهار وهو يحلم في مسقط. ماشي غير هذا الحل بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هذا الحلم المزعج؟ استر يا رب استر يا رب. خير ان شاء الله. ايش هو هذا الحلم المزعج؟ حلم مخيف ومزعج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش هذا الكلام؟ ترك فزعتني. يلا 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 قول. انا بروح الدوام، تامر بشيء؟ لا يا بنتي يلا معك توكلي. يلا مع السلامه. يلا يلا خبرني ايش هو هذا الحلم. حلمت حلم عجيب وغريب يا فاطمة. حلمت أنا وأخوي أبو زكريا واقفين على جبل وفجأة ها طلع طريق جاب سيرته وهو يتصل. هيا يا أخوي صبحك الله بالخير. الله يسلمك. سمعني زين يا صالح، ترى ولدي زكريا عنده الشهادة الكبيرة، وأنا بصراحة قلت له ما يلك إلا عمك صالح في مسقط. هي ما يحتاج أذكرك كم صرفت عليك يعني. هي وإني ربيتك. عقب أنت يوم صرت مسقط هناك مين أرسل لي غوازي؟ ما أنا؟
خلاص اخوي ابوي حافظنا عاد هالاسطوانه اللي حافظنها انت ايش بخاطرك؟ اما ايش تبغي؟ انا قلت حال زكريا يجي عندك مسقط وانت ما شاء الله عليك حد بعرفك يعني كثيره وتقدر تحصل له شغله زينه ما كذا؟ يا اخوي حياها الله انا ما قلت شيء حياها الله البيت بيته بس انت تعرف ما عندي انا بروحي شغل ما عندي بعد اصير ادور شغل حال زكريا منين احصل له؟ تو انت وحدك قايل انك تدور شغل حق محلوله دور حالك وحاله وش اللي سمعته؟ زكريا ولد ابو زكريا اللي يسكن عندنا البيت؟ لا والله هذا ما على كيفكم بس يا فاطمه هذا اخوي وذاك ولد اخوي بعد لا حول ولا قوه اقول لك الحين انا عرفت حلمك المزعج وما يحتاج تشرح لي خير 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 مالك يا ولد يا زكريا تكف سامحني عمي سعد انت باغي ابويا ابوي داخل يتقهوى في السبله هناك عمي سعد اقول متى يجي ولدك محمود من مسقط باغنه ضروري محمود ولدي اتوقع الحين يكون وصل يا سلام مو ذا الخبله ها ولد العم شايف ان لا شغل ولا مشغله وانت ما شاء الله عليك امورك متحسنه محمود محمود يعني ليش ما تدورنا شغلانه هناك اي شغلانه عادي ما مشكله محمود الحمد لله على السلامة أنا أنتظرك من زمان باغنك موضوع مهم هلا زكريا المشكلة ما كذاك مشكلة الأمور يبغى لها ترتيب وأوراق وبعدين لازم يكون عندكم ثانوية عامة صح محمود عم سعد يقول وين اللي هو أبوك باغنك ضروري عنا في البيت يقول باغنك واجد ضروري أبوي أنا هو الحين خلا إيش هناك إيش يريد أنا أقول هو أصلا أنا اللي أريدك في موضوع بس عشان أطلعك من عند الشباب هذي بعدك مثل ما انت ما تغيرت ابدا ابغى استشيرك في موضوع مهم ايش هناك تفضل انت ايش تشتغل في مسقط وليش تسال لا بالصراحه انا اسال يعني علشان باغي اروح مسقط هناك في بيت عمي وادور على شغل ايش تقول باغي ترسل مسقط خليه يصير ويشوف ويتعلم ويشتغل سعد ترى هذا الولد هنا ملعوز عمره وملعوز اني انا معه ما احسن على لعب الورق في الشوارع ما تخلط غلطتي يا ابو زكريا تراني ندمت يوم وافقت ان ولدي محمود يروح مسقط تو انت مو ما تجيب هذا الكلام ذا ولدك محمود الحمد لله يشتغل واموره زينه ما قالك هذا الكلام سمع انت مو هذا الكلام بتقوله قمت تتحرف انت وامو اقول لك اللي صار ولدي محمود 3 شهور وهو يدور في الشوارع في مسقط يدور على شغل وانا بنفسي كنت ارسل له فلوس كم قلت لي 3 شهور أنا أول يوم وصلت مسقط حصلت شغلة زينة مدير عمال وقلت يلا أمشي فيها لين أحصل شغلة ثانية ما شاء الله يعني أنت من أول يوم وصلت مسقط نزلت من الحافلة حصلت شغل؟ لا طبعا أنا رحت مصنع كبير وسألتهم عن الوظيفة ووافقوا يعني كم الراتب المعاش كم؟ أنا في البداية عطوني 400 ريال 140 ريال؟ بس هذا الراتب هيني كفي في مسقط والمشكلة ما بس كذاك يا ولد الحلال قلت لك انا رحت وزرته كمل كمل قلت لي صرت هناك وشفت بعينك مو اللي شفته يعني ورحت ازوره في السكن ابو ساكن فيه لا عن السكن ترى ما يحتاج انا ساكن في شقه كبيره فيها 3 غرف ومطبخ وحمامين حمامين ثنينه مو تبالوا حمامين ثنينه تعرف انا في مسقط ضيوفي كثار خلينهم واحد حالي واحد حال الضيوف وبختك يا محمود كمل الشيء بكمل 10 أنفار في غرفة صغيرة أقول لك ما تعرف رؤوسهم ورجولهم وهم نايمين تقول مرصوصين رص والأخس من كذاك تكرم يا أبو زكريا الحمام يعني طيب مو لي خليه يوصى على هذه الحالة حل مو يرجع البلد قلت له أكثر من مرة بس ما في فايدة يقول وين راتبه بيزيد وبيعتمد على نفسه وكل هذه المدة ما زاد راتبه ما بس كذاك ليش انت مستعجل انا تراهم زادوني 150 ريال مو تقول يعني كذا صاروا 550 ريال على الحسد زكريا لا ابدا استاذ محمود انا بس باغي اعرف يعني انت مو سويت فيهم لا تراك ذي بزعل منك انا قريبا بطلع سياره جديده وترى تبع الباقي بحطهم في البنك اتصور يا ابو زكريا نص راتبه كله يروح السكن واللي يبقى من راتبه ما يكفي لا حال مواصلات ولا حال اكل في الحقيقة فاجأتني يا سعد بهذا الكلام المشكلة أن أولادنا عايشين في ملل ولهذا الأسباب تلاقيهم يدوروا على التغيير حتى لو بخسارة
بس يا سعد زكريا وضعه غير، لأن ساير هناك بيت عمه وحد براعيه، وأنا بنفسي بوصي عليه عمه على كل هذا بو سمعته منك. أنا برو عنك يا أبو زكريا، لأن والدي محمود بيجي من مسقط ولكل واحد نصيبه. في أمان الله. تو أنا ما أسوي بهذا الولد ها؟ لا با أحسن أخليه هنا في البلاد، ما فيني حال سقم وقع راس. ها مالك؟ ليش مبوزك كذا كوارمة؟ عاد لسان هذا ما يسكت هذا عن اللعياء والتبربيع. هشوفك اليوم ما رايح تدور شغل مثل عادتك. لا ولازم تدور شغل حالك وحال ولد أخوك. أنا هسي أسكر التلفزيون هذا. فاطمة يفهم اشتغلت. سمعيني يا بنت الحلال، موضوع عند أخوي خلاص قبس القلم وانتهى وما رضينا عاد. سمعتيني؟ زين ما قلنا شيء، بس أقول لك من اليوم وقبل أن يجي ولد أخوك زكريا تجيب لي شغالة. بصراحة أنا ما جالسة شغالة حال ولد أخوك. اليوم زكريا وباكر صديقه وبعد باكر البلد بكبرها. لا حبيبي شوف لك صرفة على هالحالة. أجيب خدامة ها؟ هاي اللي ناقصني بعدها. سمعت أسأل خدامة ما تبغى فلوس ما تبغى راتب؟ إذا كان ترضى بلا راتب ما عندي مال. كم ريال من راتب تقاعدك وكم ريال من راتب ولد أخوك وشوية ها من راتب نادية وخلاص اتدبرت. إنزين ليش ما تبيع الأرض اللي طالعت لك؟ ترى سعرها الحين غالي. لا تصدعيني راسي يا حرمة، قال لك أكثر من مرة لا تصدعيني راسي. وموضوع الأرض هذا خلاص أرضك لي أبدا. أقول لك شيء، أسير أفتح التلفزيون أبوي أحسن لي وأرحم. وحظك يا محمود، بيت وسيارة وفلوس، حنود الشق في المسار والكرف بين النخيل. بعدين لا تنسى يا زكريا إنه الحين عندك شهادة ثانوية عامة، يعني ما سهل انت الشغل، ما يحتاج تفكر فيه. يعني كلها كم شهر والفلوس بتركض وراك وحدها بتجي. لكن هذا حال ما افكر بكلام زعل كذاك واجد ها؟ ما دام انه ساير بيت ابو نادر معنى ساير بيته. بعدين هو ابو باقي يصير مسقط. خليه يطلع خارج البيت ويقرب الحياة حلوها ومرها. لكنه مسقط كبير وفيها أشكال والوان. يا أبو زكريا الولد كلك بيضيع منك ها؟ يضيع مني؟ لا لا أسير له مسقط وأعطيه شغل بهذا كده مرة ها؟ أنهي جيبه أستقل رأسه أشرف رأسه. هذا الرجال جنه فقد عقله. أنا صار لي ساعة وأدور في هذا المكان والمكان قدام عيني. سبحان الله شو بالله عليكم الحالة. إيش في زمان ليش معصبة؟ عسى ما شر 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 وستين شر. لأن أبوك ما بيخليني خدامة حالنا في البلد. مثل ما أنت شايفة جاء سارته بغرفة اللي أولها كان جابه زكريا ولد أبو زكريا.
متى يجي زكريا من البلد؟ انت مثلها وش في حرتبه؟ المشكلة لما يطيح طيحة على راسي انا، انا اللي انظف، انا اللي اطبخ، لا انتي ولا ابوك. وصل ابوي، اروح اجهز الغداء. اروح اجهز الغداء، تلاقي طول النهار جالس يدور مثل عادته، تيتي تيتي كما رحت جيتي. لا 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 لا، الحرمة اليوم مفوحة. خير ان شاء الله. ما علينا ويا ليل ادان ادان ويا ليل ادان ادان ويا ليل ادان ادان ويا ليل ادان يا ليل ادان. حاسه انه في اخبار حلوه وراها الضحكه. ها بشر باب. والله يا بنتي ايش اقول لك، اخيرا حصلت شغل في شركه كبيره كبيره. اخبار زينه، بس ويش هذا الشغل؟ وشو طبيعة الشغل؟ طبيعة الشغل يا بنتي والله عاد الحين بعدنا ناس لنا، لكن هي بيني بينك شركة مقاولات معروفة. تقول شغل؟ ها؟ حصلت حالك ولا حال اللي ما يتسنى؟ المفاجأة يا فاطمة إني حصلت شغل حالي وحالي في نفس الشركة. وتصوري عاد يا فاطمة هذا الولد هاي اللي اسمه زكريا والله إنه وجهه سعد عليه من ترى. وحلالة وجهه السعد. الحسرة علي أنا. يلا يلا قوموا نتغدى، قوموا قبل علي برد الأكل. يلا خال أبوي نسير نتغدى. شيمة هذا الشاب طالع من عيونه، عنده يفوت من الغدا بعدين. بس آه لا لا تعال نتغدى بسرعة. أيوه إن شاء الله. لا إذا كان كذاك ما مشكلة، هي تمام فأمان الله. يلا سمعت الأخبار الزينة؟ أنا قلت إن صالح من مدة طويلة ساكن في مسقط ويلو معارفه، وهو بس مقادر يحصل لك شغلة زينة. با مو قلق عمي، قال الله يسلمك إنه حصل لك شغل في شركة كبيرة. أنا كنت متأكد إنك بتحصل شغل كبير. لأنك يا زكريا أنت ما شوية وعندك شهادة مع ثانوية عامة ما سهلة. يعني أروح مسقط أشتغل في شركة كبيرة وراتبي بيكون زين؟ وأنا متأكد إن في خلال سنة أو سنتين بتصير مدير الشركة. ولدي وأنا أعرفك زين. مدير شركة وحليلك يا زكريا. أقول زكريا بقى، أنت بتصير مسقط فيه ويحتاج لك جهاز. دوك بقى دوك هذا الجهاز شله حالك. لكن زكريا ما أول راتب تستلمه لازم تشتري اللي بداله. مشكور يا أبوي، بس أنا أظن أنت عندك هالجهاز من يوم ما أنا خلقت. جيبه كما تبغاه. أبغاه أصلاً. لاقي غيره؟ الله يحفظك يا ولدي. مبقبم يحفظك والله يا ولده. هين ساير هو جزيرة واقواق واقمبي. وحظك يا أبو سعيد. وحظك اليوم. وحظك أبو سالم، دعني فزت عليك. أول مرة أغلبك يا أبو سالم. أخيرا ابتسم لك العظ عمي أبو سعيد. أخوي خير مو باغي. أنا بغيت أسألك سؤال، أنت تشتغل في مسقط؟ أنا بنزل مسقط، شغلي ينتظرني هناك. بس هيش تشتغل؟ أنا مسؤول في شركة كبيرة. ما كبيرة، هي صغيرة، وقت صغيرة. إن شاء الله يا أستاذ. باكر من الصبح أنا وزكريا عندكم في المكتب. لا تخاف، حاضرين إن شاء الله. أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا أحسنت بعد ساعة. هذا الشغل وصل على الحمد لله رب العالمين. شوفك فرحان بالشغل الجديد، بس للحين ما قلت لي با ايش شغلكم انت ولد عمي زكريا. والله اللي اعرفه يا بنتي انها شركة مقاولات، لكن ايش شغلتنا احنا بالضبط بعدني ما اعرف. بس انا خبرتهم قلت لهم هي شغلة ما يهم.
ما أحسن منك أدمج؟ هذي معك حق. يعني من مشاكل. لكن ما خبرتني ناجي، كيف الدوام في المدرسة؟ والله ما أعرف إيش أقول لك الوالد، حتى أنا تعبانة في التدريس في هذه المدرسة، أريد أنتقل لمدرسة حكومية بس ما عارفة كيف. لا لا يا بنتي لا لا، أها لا تودي على المدرسة قبل ما تحصلين على شغل غيره. خلاص الحين كل أرقامكم عندي ورقمي أنا عندكم، بس ها لا تعطوا على حد أبدا، وإن شاء الله يوم أفتح الفرع الجديد راح أتصل فيكم ها، وبعطيكم كل واحد وظيفة، ولا تفكروا وموضوع السكنات والأكل وهالأمور لا، ولا تشيلوا همها أبدا، بعطيكم سكن في كل سكن في حمامي. بس ما قلت لي وين موقع الشركة هذه؟ ها أنت تعرفها مسقط؟ تعرفها؟ أيوة أعرفها. شوف أنت يوم توصل مسقط أعطيني رنة زين، أنا وحدي برد عليك وبقي أستقبلك بسيارة الخاصة ولا يهمك. كانت من شوية هنا. كله إلا هذا الجهاز، أنا حتى رقم عمي ما حافظه. الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا حوالي يا ما قالوها كثير، الدنيا دوارة تحلم بأحلام تكون.
في الدنيا حوالي.